السلام عليكم. أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الأحد 8 أوت 2021 بالجزائر العاصمة عن رفع منحة البطالة لفائدة الشباب، وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة ستتكفل بانشغالات الشباب لكي لا يتم استغلالهم سياسيا. ولكن بعد نشر موضوع رفع منحة البطالة من طرف السيد تبون، وجدت أن الكثير لا يعلم عنها شيئا ومن بينهم أنا، ولكن كدرنا بعض الأبحاث لقينا المرسوم التنفيذي رقم 09305 في الجريدة الرسمية عدد 54. واش يقول هذا المرسوم؟ من شروط الاستفادة من منحة البطالة التي تقدر بمبلغ 6000 دينار جزائري زائد التأمين الاجتماعي: الشرط الأول أن تكون جزائري، الشرط الثاني تراوح سنك ما بين 18 و40 سنة، وأن لا يمارس الشاب أي نشاط وليس له أي دخل. وتم إضافة شروط أخرى بالمرسوم التنفيذي 78/12 في الجريدة الرسمية عدد 9، تقول أن يكون الشاب مسجل بالوكالة الوطنية للتشغيل، وداروا تغيير في السن اللي كان من 18 إلى 40 سنة أصبح من 18 إلى 60 سنة، وتمنح هذه المنحة لكل الجزائريين دون استثناء بشرط تتوفر فيه الشروط السابقة. وهذه المنحة كانت تقدر ب 6000 دينار. وقال الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون: سيتم رفع هذه المنحة. السؤال اللي يجي في بال كل مواطن جزائري عنده حق يستفيد من هذه المنحة، وهو شعال غادي يكون هذا الرفع؟ وأنا نقول لك أخي المواطن، سيتم الإعلان عن هذه القيمة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.